السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بونتيك. النهارده هنتكلم عن موقع من المواقع اللي الناس دايما بتحبها، والمواقع اللي هي بتبقى سهله جدا في التعامل، الموقع اللي هو بتاع الخدمات المصغره. مش هقعد اشرح والناس اللي بتقعد تيجي في الكومنتات تقول لي يعني ايه خدمات مصغره والحاجات دي، لا ارجع بالفيديوهات اللي ورا، ارجع بالفيديوهات الثانيه، دور في جوجل، دور في يوتيوب، هتلاقي كل الاجابات اللي انت عايزها عن الخدمات المصغره، عن ازاي تكسب فلوس من الخدمات المصغره. فيا ريت محدش يسالني السؤال ده، ويعني ايه خدمات مصغره، اسال يوتيوب، اسال جوجل، مش هقعد ارد عليك في الكومنتات يعني. واكيد مش هخلي الحلقه دي 20 دقيقه ولا 15 دقيقه عشان اشرح لك شويه حاجات او حاجات بدائيه جدا المفروض ان انت تتعلمها بسهوله من جوجل، فاتعب نفسك شويه معلش ودور في جوجل ويوتيوب. قبل ما ابدا الحلقه دي، فاول حاجه انك اعمل لايك، اول حاجه توصل الفيديو ده ل بصوا احنا وصلنا الفيديو اللي فات ل 1000 لايك في يوم واحد، فدي كانت حاجه غريبه عمرها ما حصلت اصلا. فالفكره ان هي كانت سهله، وانت وصلت الفيديو عشان قلت لك هنزل استراتيجيات كتير وكده، فانت اتحمست للموضوع وعملت لايك. ليه ما تعملش الفيديو ده لايك يوصل لاكبر عدد ممكن نوصله من اللايكات؟ ممكن يوصل ل 1000، ممكن يوصل ل 500 600، فعديه انت فاهم، اللي هو ما تكسلش يعني، انزل اعمل لايك عادي. لو كنت عمر تشوفني اشترك في القناه. بس خلينا نبدا على طول. موقع النهارده اسمه جي تي بانل. الموقع ده كل اللي بيعمله انه بيبيع خدمات مصغره، بيبيع لايكات فيسبوك، بيبيع لايكات تويتر او فيفورت تويتر، فولورز لكل التواصل الاجتماعي اللي موجوده في الدنيا، سبسكرايبرز اليوتيوب، مشاهدات يوتيوب، لايكات يوتيوب، كل حاجه تتخيلها بتتباع على الموقع ده. شرحنا قبل كده اكتر الموقع بيقدم نفس الموضوع ونفس الخدمات دي، ولكن فعلا الموقع ده بيقدم الحاجات دي بخدمات اللي هو باسعار اقل، ولكن مش فكره اسعار اقل، فكره اسرع. الموقع قبل كده شرحناه كان فعلا بطيء شويه، ولكن الموقع ده سريع وهتشوف ده بنفسك كمان شويه. فانا ارسلت لنفسي 2000 فولور واترسلوا تقريبا في نص ساعه او اقل كمان تلت ساعه. دي حاجه مميزه جدا بصراحه في الموقع ده. فمن غير لغي كتير خلينا على طول نخش في الموقع ونبدا ان احنا نشوف الموضوع ماشي ازاي في الموقع ده، وازاي تقدر تكسب منه فلوس عن طريق خمسات او فايفر. طيب يا جماعه، يعتبر الحلقه دي بمثابه استراتيجيه تقدروا تكسبوا منها فلوس كويسه جدا. يعني دي انا ما ضحكتش عليكم لما انا قلت لكم هنزل لكم استراتيجيات كتير. انا الاستراتيجيه دي شرحتها، يعتبر شرحتها مرتين قبل كده، ولكن احنا زدنا بشكل كبير الفتره الاخيره الحمد لله، وده بفضلكم طبعا. وطبعا دايما بدعوكم انكم تشتركوا في القناه عشان نوصل لتارجت كويس جدا قبل نهايه السنه دي، واحنا ماشيين فعلا في الطريق الصح. فطول ما انت بتعمل لايك فانت كده بتدعمني وانا كده بشكرك، ولما انت بتعمل سبسكرايب او بتعمل اشتراك او بتعمل شير للفيديو او اي حاجه من الحاجات دي فانت كده بتدعمني بشكل اكبر، فانت مميز جدا بالنسبه لي بصراحه. ف مش هطلب منك غير انك تعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده 1000 لايك، وانك تعمل اشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوفني، وتابع معايا الاستراتيجيه دي ان شاء الله تستفيد منها. طيب بدايه كده يا جدعان، الاستراتيجيه دي بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص، ودي يا جماعه للناس اللي قلنا قبل كده، الناس الجديده، الناس القديمه اللي ما شافتش الفيديوهات او اللي شافت الفيديوهات القديمه مش هتستفيد قوي من الاستراتيجيه دي غير من الموقع ده، انه موقع ممتاز جدا. اما الاستراتيجيه الناس الجديده هتستفيد جدا 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 من الاستراتيجيه دي لو ما شافتش الفيديوهات القديمه. طيب ركز معايا، بلاش تطويل اكتر من كده، خلينا نركز مع بعض. ده الموقع يا جماعه اسمه جي تي بانل. التسجيل في الموقع ده يوزر نيم ايميل باسورد وبس، يعني الموضوع بسيط جدا، وبتخش تلاقي دي واجهه الموقع. مش هنضيع وقتنا في كلام فاضي زي اللي فات ده، تمام؟ خلينا نركز مع بعض كده. ايه الموقع ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن خدمات مصغره. انت بتعمل خدمات مصغره، بتشتري خدمات مصغره من الموقع ده. انت مثلا ممكن تشتري 1000 لايك على فيسبوك ب$2 وتروح تبيعهم على خمسات هنا ب$5، تمام؟ هتقول لي وريني اثبات يا عم، الكلام ده فين؟ الكلام ده مش موجود، الكلام ده كذب. طيب انا هوريك اثبات حالا يا بيه، حالا. يعني خمسات اهو قدامي اهو من غير اي حاجه، احنا اصلا ما فتحناش اي حاجه، خدمه تسويق الكتروني. هنخش على خدمات التسويق الالكتروني، جميل؟ سوري انا دخلت على خدمه بالغلط، تمام. انزل كده بكل بساطه كده ترتيب موقعك في اليكسا، 3000 متابع انستغرام اهو، اهو 3000 متابع انستغرام ب$5، 10000 متابع ب$15، تمام؟ 10000 متابع حقيقي ب$15 و3000 متابع ب$5. تعال نشوف الموقع ده بيقدم لك ال 3000 متابع بكام، تمام؟ بضمان كمان، بيقول لك بضمان. فاحنا خلينا نروح للانستغرام فولورز الجارانتيد، يعني الضمان، الحاجات اللي بضمان، تمام؟ خلينا نقول له مثلا احنا عايزين احسن حاجه خالص، بيست ان ذا ماركت، احلى حاجه خالص، وكمان بيعمل ريفيل. ريفيل اللي هو اصلا ده ما بيقدمش ريفيل، تمام؟ فبيقدم لك ريفيل كمان، يعني حاجه احسن من اللي هو هيقدمها لك. خلينا نشوف كده 3000 بكام. انا اسف، ال 3000 ب$5 و10 سنت، ده عشان ايه؟ عشان الريفيل. الريفيل ده يا جماعه الناس اللي مش عارفه يعني ايه ريفيل، انا هوريك دلوقتي الاثبات الاحسن. يعني الريفيل ده يا شباب هو ان لو انت الفولورز اللي جم دول 5000 او ال 2000 اللي انت جبتهم دول مثلا،
قالوا ونزلوا مثلا بقوا 500 نزلوا 500 نزلوا 1000 بقوا 1000 ولا حاجه بيعمل لك ريفيل يعني بيزود لك 1000 كمان تمام. يعني مثلا انت عندك 5000 فولور زودت 2000 ال 2000 دول في منهم 1000 شالوا الفولو عملوا ان فولو بيرجع لك 1000 تانيين غيرهم تمام لمده 30 يوم. فدي حاجه ممتازه جدا في الخدمه دي عشان كده هي البيست ان ذا ماركت احلى خدمه فيهم. طيب خلينا نشوف حاجه تانية هاديه كده. طب ننزل تحت كده شايفين الاسعار يا جماعه ال 1000 ب 70 سنت 1000 ب 80 سنت تمام شايفين في اسعار قليله جدا تمام وهي دي الاسعار اللي هو بيديها لك. يعني هو الراجل عايز يكسب يعني انت اقل حاجه هنا مثلا قول 1000 ب 70 سنت فقمت عاملها 3000 يعني انت صرفت 2000 صرفت 2 دولار و10 سنت 2 دولار و10 سنت 2 دولار و10 سنت وكمان فيها ريفيل 15 يوم 2 دولار و10 سنت وهتاخد مكانهم 5 دولار. فلك انت تخيل الربح اللي انت هتعرف تجنيه من الخدمه دي او من الحركه دي. وفي 34 واحد اشتروا الخدمه دي يا جماعه يعني الموضوع تمام موضوع حقيقي. غير كده عندك ان هو بيقول لك اهو 1500 متابع ب 5 دولار 1500 ب 5 دولار 1500 متابع حقيقي ب 5 دولار مثلا وهنا 44 واحد اشتروا الخدمه. ازاي تجيب متابعين حقيقيين ريال دي يعني متابع حقيقي. ولكن برضو نرجع في الاخر ونقول 3000 دول بنسبه 90% مش هيبقوا ناس حقيقيين وانا ال 1500 دول برضو مش ناس حقيقيين وهيبقوا ال 1500 دول على بعضهم اصلا ما كلفوهوش دولار واحد بس وبيبيعوه لك ب 5 دولار. فلك انت تخيل الربح اللي هو بيجنيه اكتر من 300% ربح. فلك انت تخيل انت لو بعت مثلا 50 خدمه زي اللي هو باعهم كده ولا 40 خدمه تمام من ال 44 هو باع 44 واحد 44 خدمه لو انت بعت 40 ولا حاجه هيجي لك رقم كويس جدا 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 شهريا او يوميا على حسب شغلك وعلى حسب جهدك. تجربه عمليه برضو خلينا نجرب. وانا على فكره بالمناسبه انا زودت 2000 فولور فخلينا نزود مثلا وليكن 1000 كمان خلينا نجرب مثلا نزود 1000 فولور اهو فولورز جارانتيد هنروح لاحسن واحده في الماركت لانها سريعه تمام سريعه جدا زي ما انتم شايفين بالظبط في 5 دقائق الموضوع بيتم يعني او اقل او اكتر يعني بسنه 10 دقائق. هتحط اللينك بتاع الانستغرام بتاعك هو ده اللينك بتاعي بالمناسبه لو مش عامل لي فولو اعمل لي فولو تحط هنا مثلا قول له 1000 ال 1000 يا جماعه بدولار و70 سنت قول له سبمايت بس خلاص انا كده صرفت انا كان معايا 10 دولار صرفت منهم تقريبا 5 دولار و10 سنت. فكل عليك انك تستنى 6481 خلينا نستنى ونشوف هيبقى قد ايه. زمان شايفين بعد دقيقتين بالظبط من الخدمه تمام كانت الساعه 6:52 دلوقتي 6:54 دقيقتين بالظبط من الخدمه وبدات زمان شايف بدات تزيد. فخلينا نعمل ريفرش تاني تمام زمان شايفين بدات اهي واحده واحده والدنيا بتمشي فهتفضل تزيد لحد ما تجيب ال1000 فولور. جميل. فالموضوع سهل جدا يا جماعه وبسيط فكل اللي هتعمله هتروح تبيع. ولو وريتك بعض الحاجات 6000 متابع هو 15 استر الخدمه دي 1000 ريتويت و1000 100 ريتويت و100 مفضله و100 متابع عربي 16 استر الخدمه دي برده ب 5 دولار 150 تعليق على فيديو باليوتيوب 5 دولار برده كل حاجه يا جماعه كل حاجه بتتباع هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين 2000 مشاهده للفيديو الخاص بيك على تويتر برده دي ب 5 دولار لكن شخص واحد اشترى خدمه. فيعني بتلاقي يا جماعه ان الدنيا هنا واضحه قوي يعني مبتدئ محترف اي حد ممكن يقدر يكسب ويستفيد من الموضوع ده زي ما انتم شايفين الموضوع واضح قوي يا جماعه مش محتاج مني شرح مش محتاج مني اي حاجه زي ما انتم شايفين. يعني انت كل اللي هتعمله انك هتشتري الخدمه هتسوق الخدمه هنا في خمسات هتحط خدمتك عادي جدا وعاوز انك تستفيد اكتر تخش مثلا للكابتن ده كده اللي عامل او الشخص ده هتبص كده هتلاقي مثلا كاتب كده عامل بانر زي ده اعمل حاجه شبهها مش لازم انك تقلدها بس اعمل حاجه شبهها تمام تلاقي الوصف بتاعه عامل ازاي خد اعمل زيه اعمل حاجه شبهه تمام خليك كده متميز شويه ولكن اعمل حاجه زيه هو راجل ناجح اعمل زيه. تعال بقى اقول لك على الحاجه الاخيره في الموقع ده مش لسه هوضح لك بقى الخدمات اللي في الموقع ده لانها واضحه خدمات واضحه الخدمات دي الموقع ده فيه تقريبا كل الخدمات انت تتوقعها يعني في كل حاجه في الدنيا يعني تمام. فخلينا مثلا نروح لحته الادفونس ازاي بقى تحط فلوس في الموقع ده بما ان الموقع ده اجنبي يا جماعه موقع اجنبي موثوق جدا موقع اجنبي محترم جدا. فانت عندك اهو بيبال بيتكوين باير الت كوينز معرفش دي ايه بصراحه بايونير سكريل ويسترن يونيون واذر اذر دي يا جماعه لو انت عايز تبعت له عن طريق اي وسيله دفع تانية مش موجوده عنده فانت ممكن تبعت له على الكاردز او على التيكتس تمام. ازاي ممكن تفتح تيكت تمام كل الموضوع سهل جدا تخش على كلمه تيكتس هنا زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا تكتب الموضوع بتاعك ان انت مثلا عايز تدفع حاجه بس كله بالانجليزي يا جماعه كله بالانجليزي عندك ترجمه جوجل يعني المسج اكتب له ان انت عايز تدفع له عن طريق دفعه رقم كذا على وسيله الدفع كذا
تمام. ولكن الراجل ده برضو مناسب جدا، مديك بيه بقى البيتكوين باير واينير سكريد ويسترن يونيون، في اكتر من وسيله دفع تقدر انك تدفع بيها وتتعامل بيها في الموقع ده، بسيط جدا يعني بصراحه. حاجه كمان يا جماعه، ابو طه يقدر يعمل لك الموضوع ده كله. مين ابو طه برضو عشان الناس مش فاهمه؟ ابو طه ده صاحب وسيطنا، اتكلمنا عنه في اكتر من حلقه. ابو طه يا جماعه ممكن تدفع له بايونير او تدفع له فودافون كاش لو انت من مصر، تدفع له باي وسيله دفع في العالم تمام، تدي لابو طه الوسيله دي وهو يحولها لك بيبال. لو انت مثلا ما عندكش بيبال قول له ادفع لي، قول له ادفع لي في الموقع ده، ادي له الباسورد بتاعك ادي له الايميل والباسورد وقول له يدفع لك. معلش ابو طه انا عارف ان احنا بنتقل عليك، ولكن ايه، ابو طه محترم جدا يعني، وبصراحه من احسن الناس اللي اتعاملت معاها على الانترنت كله بصراحه، شركه او صفحه وسطنا من احسن الناس اللي اتعاملت معاها بصراحه. فكل اللي هتعمله بس تخش تكلمه، هتلاقي الرابط بتاعه في الديسكريبشن تمام، خش كلمه وقول له ان انت مثلا عايز تدفع في الموقع ده ولا حاجه، عايز تشحن، فهيديك اديله الايميل بتاعك والباسورد في الموقع وهو يخش يشحن لك وانت تدفع الفلوس على فودافون كاش او اي وسيله دفع تانية يعني. بس وبرده الناس كلها عندها بيتكوين يا جماعه، برده عند ابو طه برده اديله فودافون كاش وهو يديك بيتكوين على المحفظه بتاعتك وخش تدفع بدون اي مشاكل. فالموضوع سهل جدا يا جماعه، وانا ارجح جدا موضوع البيتكوين، ارجح جدا موضوع البيتكوين. وبس كده، اعتقد انك شرحت كل حاجه. موقع سهل وبسيط والخدمات سهله جدا، وقلت لك ازاي تحصل على خدمات وتعمل خدمات، وقلت لك ازاي كمان تسوق الخدمات دي. في دي استراتيجيه كامله اتشرحت قبل كده عندي، واتشرحت قبل كده عند ماتريكس 219، اتشرحت قبل كده في كذا حته. ولكن بصراحه من نجاح الاستراتيجيه دي، استراتيجيه مميزه جدا 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 وناجحه جدا جدا. فاتمنى ان انت فعلا ما تستقلش بيها وتشتغل بيها. خلينا نعمل ريفرش، اذا انتم شايفين برده 6700، فده برده كويس جدا، والدنيا بدات تمشي واحده واحده. و 6700 يعني تقريبا زدنا 25% من الخدمه في بالظبط 7 دقائق، فده حاجه كويسه جدا يا جماعه. وبس كده، شكرا جدا لك على المشاهده، وان شاء الله يكون الموقع ده عجبك. فما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، انا معاك تعمل لايك، فانا وصل الفيديو ده 500 لايك فيما فوق، بقى ممكن يوصل 1000 لايك 700 لايك. فانت عارف ان انا لما بلاقي لايكات كتير على حاجه معينه فبعمل منها كتير. لما لقيت لايكات كتير وتفاعل على الجي بي تي نزلت لك اكبر واحسن مواقع ممكنه من الجي بي تي، وفعلا في مواقع كتير جايه وفي اثباتات دفع لمواقع كتير من الجي بي تي هتنزل قريب في حلقه واحده بس. عشان الحلقات دي تنزل وعشان التشجيع ده فاعمل لايك ووصل الفيديو ده 1000 لايك، اعتقد نقدر نعملها ونقدر نوصل الفيديو ده 1000 لايك، اظن ان احنا قدها صح؟ اظن يعني. وبس كده، اتمنى يكون الموقع ده عجبك، وان شاء الله تستخدموه في الخير وتعرفوا تجيبوا منه فولورز وحاجات كتير وتدعوها في المواقع اللي اتكلمت عليها النهارده، وتستفيدوا يعني من الموضوع بشكل ما، واستفيدوا يا جماعه من الشهرين دول 11 و12 وشهر 10 للناس اللي استفادت منه. فاحكي لهم عن تجاربكم في الموضوع ده في الكومنتات، قول لهم ازاي في ارباح كويسه جدا في شهر 11 و12 و10، احكي لهم، ممكن ناس تكون مش قادره تدرك الموضوع ده لحد دلوقتي. وبس كده، شكرا جدا لك على المشاهده، واشوفك باذن الله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.